درسنا ان شاء الله راح يكون مهم شوي تنتبهون فيه. راح نرسم شخصيه من الانصار، واحد من الانصار من غير ما نكون تسميه او شيء، مجرد من الانصار. طبعا الشخصيه لازم في ملامحها تحتوي على الهدوء وتحتوي على الابتسامه باعتباره مرتبط بالله ومرتبط بالامام الحسين، فصفاتهم تكون هالشكل. وكما علمناكم من قبل القاعده اللي تقول ان اي عنصر او اي شكل يخضع الى الاشكال الهندسيه، اما المربع او الدائره او المثلث او المستطيل. فالحين راح نبدا ونشوف شوي شوي الخطوات ان شاء الله. بسم الله. اول ما نبدا راح نسوي شكل خفيف جدا مربع، ما يحتاج مسطره باليد يعني. احنا قبل ما سوينا المربع هني راح نطلع هني خط اخر ثاني، راح نغلق من فوق نص دائرة بهذه الطريقة. نرجع لهذا الخط ونخلي فوق خط آخر، نخلي هنا شوي خط آخر على أساس قبل نسوى. نبدأ الحين داخل ملامح الوجه، شلون نسوي؟ نخلي خط جديد قائم، بعدين نجيب خط ثاني هني بهذه الطريقة، ننزل شوية هني نخلي خط هني لهذا الخط. شوف شلون نسوي العين، نحن
خاطر. شوية اللون أول ما تتدرج شوي في النوم على أساس تبين في حركة. بالنسبة للباص نستخدم ليل لون البني، باعتبار الباص اللي عليها مجرد يكون أقرب إلى لون البني. الآن نحاول شنو نسوي؟ نحاول نحدد الماجيكال على أساس يكون أوضح، بس أول خلينا نسوي الملامح اللي داخل نوضحها.
الان نستخدم برا الخط الخارجي شوي هذا النوع. شوي الحين اللباس نعطيه لون شوي اخضر بيكون في شوي شكل. هذا الشكل نكون خلصنا الموضوع، أتمنى أنكم استفدتم وطبقوا الموضوع. شكرا على خير.